المرة الأولى ليعلن رسميا عن جاهزية ملعبنا خلال استضافة الحدث الكبير. كرة بمحاولة لمصلحة نادي السد لكن إلى خارج أرضية ملعب بغداد. منجاح الأبرز لنجاح المباراة النهائية يسقط في أرضية الميدان. سلامات لبغداد، نتمنى بأن لا يكون هذا السقوط قد يؤثر على مشوار بغداد في قادم هذه المواجهة، لأن الآمال الكبيرة جدا معقودة بالنسبة لجماهير نادي السد على حضور هذا الرجل وعلى تقدمه الدائم وعلى تواجده في منطقة الجزاء وعلى نجاحاته الهجومية والنجاح الكبير أمام المرمى. الرجل الذي حقق لقب النسخة الماضية.